بداية مشواري كان على الإنستغرام، كان في عام 2013. أردت من خلاله أن أظهر صورة جديدة لغزة بعيدا عن صورة الحرب والدمار، صورة الحصار التي حفظها العالم عن غزة. الانتقادات ممكن اللي أنا بواجهها على تطبيق الانستغرام لربما أنه نشر بعض مقاطع الصور والفيديو اللي أنا بظهر فيهم، كون أنه غزة مجتمع محافظ زي ما بنحكي، فبيشوفوا أنه البنت تظهر على مواقع التواصل، هذا أمر مش مرغوب فيه.